شادي موقع تلغراف مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم قريب جديد، يعني متواجدين مع حضراتكم من نادي الكهرباء، ولحظة وصول أسرة اللاعب المختفي محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء للتأديب، واللي سقط صباح اليوم في النيل خلال تدريباته. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا، حالة من الحزن التام بتسيطر على أسرة اللاعب محمد عمرو مصطفى. حالة من القلق والترقب، لا يعني أسرة اللاعب محمد عمرو مصطفى. زي ما حضراتكم متابعين معانا، لذلك أعمال مستمرة. مصطفى مستمرة في النادي، ده طبعا اللاعب المفقود. ده طبعا صور اللاعب محمد عمرو مصطفى، يعني كان اللاعب محمد عمرو مصطفى بيقوم بتدريباته اليومية في صباح اليوم، ويعني حصل تصادم للقارب التدريبات، انقلب وسقط اللاعب في المياه. تم العثور على القارب والمجداف، ولكن لم يتم العثور على اللاعب محمد عمرو مصطفى حتى الآن. عمليات يعني مكثفة للعثور على اللاعب، وكان كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري بتصريحات خاصة لتلغراف مصر إن البحث عن اللاعب مازال مستمر حتى الآن من قبل الجهات المختصة، وإن الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة في حالة ترقب ومتابعة مستمرة لحين العثور على جثمان اللاعب اللي غرق صباح اليوم خلال يعني تدريباته. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا، قوات الانقاذ المهري في القاهره متكثف جهودها للعثور على اللاعب نادي الكهرباء الرياضي محمد عمرو مصطفى بعد سقوطه من قارب في نهر النيل في منطقة الزمالك خلال يعني تدريباته. كانت طبعا بداية الواقع بتلقي أجهزة الأمن ومديرية أمن القاهرة بلاغ من شرطة النجدة بوفيد بانقلاب قارب واختفاء لاعب كان على متنه. انتقلت طبعا الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الواقعة، وتبين أن القارب يعني كان على متن اللاعب محمد عمرو مصطفى مواليد 2007، وهو لاعب نادي الكهرباء. تم طبعا اصدار بيان من الاتحاد، واللي قال خلاله بان تم ابلاغ المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب لقارب خلال التدريبات كان على متنه اللاعب محمد عمرو مصطفى. ان زي ما حضراتكم شايفين معانا جهود قوات
الانقاذ النهري في العثور على جثمان اللاعب محمد عمرو مصطفى، وصول يعني طبعا اسرته على الجانب الاخر زي ما حضراتكم متابعين معانا في حاله من الانهيار التام في انتظار جثمان يعني نجلهم. ما زالت طبعا قوات الانقاذ النهري في عمليه بحث مستمره عن اللاعب محمد عمرو مصطفى، ويعني جهود مكثفه من الجهات المختصه في التحقيقات الخاصه يعني في هذه الواقعه. لحظات من الحزن والترقب من أسرة اللاعب محمد عمرو مصطفى خلال انتظار من خروج جثمان. يعني على الجانب الاخر من انتظار الاسرة هنا يعني جهود قوات الحماية المدنية في العثور على جثمان اللاعب. من المعروف طبعا ان الاتحاد المصري بيقوم بتعميم مجموعة من الكوادر الخاصة يعني سلامة وأمن اللعيبة خلال التدريبات. بيتم الآن التحقيق في يعني هذه الأمور خلال عمليات البحث. ده طبعا مكان الحادث، هو يعني مكان انقلاب قارب اللاعب محمد عمرو مصطفى خلال تدريباته الصباحية. ده مكان الحادث زي ما حضراتكم شايفين معانا. قوارب الانقاذ النهري في عملية بحث مستمرة منذ الصباح وحتى الان في جهود مطنية مكثفة للعثور على جثمان اللاعب. يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا ده كده يعني مكان الحادث امام نادي الكهرباء الرياضي. هنا سقط محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء للتأديف مواليد 2007 خلال تدريباته صباح اليوم. هنا تجري عمليات البحث المستمرة عن اللاعب وجهود مكثفة من قوات الإنقاذ النهري وجهود مكثفة من الجهات المختصة بالتحقيق في حادث انقلاب القارب. يعني بعد انقلاب القارب تم العثور على القارب والمئداف، ولكن لم يتم العثور على جثمان اللاعب، وتستمر عمليات البحث منذ الصباح وحتى الآن. يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا خلال الجهود المكثفة من قوات الإنقاذ النهري تجلس الأسرة على الجانب الآخر يعني انتظار خروج جثمان نجلهم. يعني مشاهدين موقع تلفزيون مصر متابعين مع حضراتكم من مكان الحادث كل التطورات وتفاصيل الواقعة اللي بدأت بصباح اليوم. ك
كان اللاعب محمد عمرو مصطفى بيقوم بتدريباته الصباحية في نادي الكهرباء الرياضي للتأديف، وخلال التدريبات حصل اصطدام انقلب القارب اللي كان بيحمل اللاعب محمد عمرو مصطفى وسقط في النيل. تم العثور على المئتاف والقارب ولكن لم يتم العثور على يعني اللاعب حتى الآن. جهود مكثفة من قوات الإنقاذ النهري للعثور على العثمان وتحقيقات مستمرة من الجهات المختصة ومراقبة من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة وترقب لكل المستجدات. الواقع زي ما حضراتكم شايفين معانا وصول أسرة اللاعب في حالة من الحزن والانهيار التام، أصدقائه وعدد من الأسرة وعدد من المسؤولين في النادي ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري، الجميع في حالة من الترقب، الجميع في انتظار العثمان. جهود مهنية من جهات التحقيق وقوات الإنقاذ النهري في عملية الحصول على اللاعب. شاهدتي موقع تلجراف مصر في كل مكان، هنتابع مع حضراتكم على مدار اليوم مستجدات الحادث، تحقيقات الجهات المعنية وعملية البحث واستخراج جثمان اللاعب محمد عمرو مصطفى لاعب نادي كهربا للتأديف. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.